مرحبا، حلقتنا اليوم راح تكون عن الخنق، من شخص يخنقني، شلون اتصرف وشلون اوخر ايده وانقذ روحي من هالحاله. اول حاله راح تكون عندنا الخنق من الامام. حلاوي راح اجي عليها ويخنقها. زين، هنا ممكن اسوي اي تصرف يخليه ينزعج اكثر او يتنرفز اكثر، لما نقول راح اطبق قوه اكثر، ممكن حتى يستخدم راسه يضرب، ممكن يستخدم جسمه، ركبه، رجله. فانا ايش راح اسوي بهالحاله؟ راح اسوي تصرف سريع جدا، راح ارفع كوعي خليه عبر ادناته وانزل. هاي الحاله ما تحتاج قوه ابدا، ومهما كان الشخص قوي راح تنفتح ادناته. اولا ارفع الكوع على كيف سلو، الكوع تعبر كوعي يعبر اخر منطقه من ايدينا هكذا، وانزل بي راح تنفتح. اوجه ضربه لوك ممكن، واخذ مكان. ما يصير من يخنقني من افتح ابقى واقف، لان راح يرجع يخنقني او راح يضرب، لازم استغل الفرصه. بس تحت اذا ماته اوجه ضربه واخذ المكان بسرعه. زين، من تندفع على حائط، ممكن الخنق يكون بدون حائط، بس من تندفع على حائط راح يكون اكو رده فعل من الحائط باتجاه جسمك، انت راح تضرر. لازم تستخدم رجلك حتى راسك من تطم بالحائط او الشجره او السياره، لازم تخلي رجلك بعدين تفتح حتى راسك من ينضرب. اذا ضربت خلف الراس ضرب اي مكان صلب راح تفقد الوعي. ثقافة القتال والدفاع عن النفس هي ثقافة ضرورية ومهمة، ممكن تعلمها صديقتك، لأختك الصغيرة، ولكل الناس اللي تهتمين الأمر.